السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم دائما في قناتكم قناة الشفق شكو إبراهيم اللي هي قناتكم واللي كنتمنى منكم دائما التشجيع ديالها ودعوة أصدقائكم وأحبابكم ومعارفكم للانضمام إليها إن شاء الله الرحمن الرحيم، لأنها قناة مميزة ومفيدة بإذن الله وستفيدكم جيدا في الطبخ وفي الحلويات، وان شاء الله راه غادي نفيدوا حتى الاطفال ديالكم باش يكونوا من مشاهدينا ان شاء الله ويتفرجوا فينا ويتفرجوا في الطبخ، لان غادي ندخل ان شاء الله الرحمن الرحيم وليداتي للمطبخ باش يشوفوا دراري الصغار حتى هما كيفاش يتعلموا يتحملوا المسؤوليه من الان فصاعدا ان شاء الله. هذه ماشي مشكل. هذا اليوم غادي نقدم لكم كلاص ديال نوغاتين ان شاء الله، والطريقه كالمعتاد كريمو انجليز، كيخصنا كريمو انجليز والنوغاتين، وبعد قليل ان شاء الله غادي نشوفوا المقادير. بما اننا غادي نصوبوا كلاص ديال النوغا خصني شويه ديال النوغا، كناخذ واحد 200 غرام او 250 غرام ديال السكر، وكناخذ واحد 100 غرام ديال اللوز فيلي، كندير السكر ديالو وندير ليه واحد جوج معلقات او ثلاثه ديال الماء، نخليه يذوب ونخليه حتى يتكراميليزا حتى يرجع اللون ديالو بحال الكراميل، عاد غادي نضيف عليه اللوز وغادي تخرج ليا ان شاء الله الرحمن الرحيم النوغا ديالي موجوده. ثم السكر ديالنا ها هو بدا يطيب، كنضيفو ليه كنضيفو اللوز إفيلي باش نخرجو هنا ان شاء الله النوغا ديالنا. نخليو اللوز ديالنا حتى يجينا محمر، لان هذه ماشي النوغا ديال الديكوراسيون او النوغا، هذه النوغا غادي نطحنوها باش نديرو بها كلاص ديال النوغا، يعني ماشي مشكل، خاصها تجينا غير شويه محمره. النوغا ديالكم لان دغيا سهله تحرق، غير باش تعطينا شويه ديال اللون ديال الحموريه، وغادي نقلعوها ان شاء الله. ها هي مزيانه هكا. طبعا هذه هي النوغا ديالنا بعد ما بردات، كنحاول نقطعها شويه تجيبه صغيره، هي اللي غندير في الكلاص ديالي. كنحيد هاد الحبات الصغار ديال اللوز اللي كيتحرك، الا بان لكم بحال هاد الشيء حيدوه ما تخليوش فيه. هاكا كتجي النوغا طري سبيسيال، هادي خاصه بالكلاص، ماشي كتجي ديك اللي بحال الدجاج، خاصها تجي مقرمله في الكو ديالها، كتجي مقرمله. هنا غادي نجمع النوغا ديالي هي باش غندير الكلاص ديالنا ان شاء الله. هذا هو الكريم انجليز ديالنا باش غنصوبو الكلاص ديال النوغا، هانتوما كي كيجي رائع. كنصوبوه البارح ليه وكنديرو في التلاجة باش كيجينا ان شاء الله رائع ومميز. كان خويا في التوربين ديالي، هانتوما هذا هو الكريم انجليز ديالنا. نديرو لاكريمو انجليز كنخليوه باش يطلع على خاطرو، كنديرو معاه منذ البداية ديالو كنديرو النوغا، كنديرو كمية معتبرة ديال النوغا، ولاكريمو انجليز راه الوصفة ديالو او الروسيتا ديالو راه كاينه ان شاء الله في القناه ديالنا اللي كنتمنى اللي بغى يديرها يديرها، اللي عنده لا توربين اللي ما عندوش لا توربين غادي نوريكم طريقه اخرى ان شاء الله باش نصوبو كلاص شبيه كلاص
بدون توربين. مرحبا، ها هو الكلاص ديالنا كيطلع، يعني غادي ياخذ لينا واحد نصف ساعه حتى ساعه الا ربع باش يطلع. دروك الحال سخون بزاف بزاف بزاف، هانتوما كتشوفوه الماكينه هذه، هاد لا توربين فيها الموتور لداخل بحال الثلاجه، كتنتج البرد، وهذا البرد هو اللي كيجي في هاد الديسك، هاد الديسك ديالنا. وهاد هذا موس كيكرط الجنابات، ملي كيلصق كيبرد لا كريم، كيكرطو وكيدور وكيدخل ليها. هانتوما شفتوا هاد لي بول، داك الهواء كيدخل الكلاص، الهواء باش يصبح من فوق ويصبح خاوي. هذا هو السر ديال لا توربين. لا توربين هذا هو الدور ديالها، انها كتكون بارده، هذه كتكون بارده، كيكون فيها موس هو اللي كيكرط الجنابات ديال هاد الاسمنتو ديالنا باش تعطينا ان بون كلاص. من غير لا توربين ما نصوبوش الكلاص، يمكن لنا نصوبو ان ديسير كلاصي بطريقه اخرى، ويني ان كلاص ان فري كلاص ما يمكنش يتصوب من غير ان توربين. ولي توربين فيهم بحال هاد لا مارك، وفيهم لي مارك ديال 700 درهم 800 درهم، كتصوبي بها خطره في 24 ساعه، خطره في 24 ساعه. اما هذه يمكن لك تخدمي بها 24 ساعه متتابعه، تصوبي بها 10 ديال الكلاص في النهار، 12 شكل في النهار، وكتعطيك ايطلونس. الا بغيت تعطيني جوج يترو كنقلع هذه، كنخوي الكلاص مباشره في السيركل الثاني، لان عندنا هنا جوج سيركلات. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتلاقاو ملي طلع لينا الكلاص ديالنا ونشوفوه كي كيخرج. مرحبا، ها انتم كتشوفوا الكلاص ديالنا هو ما قبل النهايه، يعني باقي لينا واحد 15 دقيقه ونحيدوه. ها هو بدا يطلع، كيجي رائع. اعطيني واحد المعلقه صغيره، اعطيني معلقه. هانتوما كتشوفوا كي كيجي، ها هو بدا يطلع وكيجي معلك. هذا هو المهم في الكلاص، خصو يجي معلك، ماشي الكلاص، ويجي معلك ويجي عامر بالبرد. يعني هكا كيجي الكلاص، كيخصو غير اجماد مازال ويتقفل مازال. وراه كنوعدكم انكم لو عندكم هاد التوربين او توربينات اخرين، راه غادي تاكل واحد الكلاص من المستوى الرفيع ان شاء الله الرحمن الرحيم. الكلاص ديالنا طلع، كنقلعوه بحال هكا، كنقلعو الكلاص ديالنا، كنقصوه شوية، بريباريو لي كوب ديالنا. كناخدو الكلاص ها هو اللي صوبنا، كنديرو على شكل بولات. دائما لي كوب ديالكم خصهم يكونوا باردين، لي كوب ديروهم باردين. هانتوما هكا كنديرو لي بول ديالنا ديال الكلاص. هذا كلاص ديالنا ديال النوكا اللي كي رائع في المذاق ديالو. هذا هو الكوب، غنردوه الكونجيلاتور حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم نديكوريوه في الاخير. الطريقه باش ما كتوركو عليه كيتجمع، كيولي بحال شكل درولو. هانتوما هكا كتوركو عليه، كيتجمع لكم على هذا الشكل. درناه باش يطيب، درنا هنا واحد 200 غرام ديال السكر، واحد جوج معلقات كبار ديال غرام ديال الماء. غادي نخليوه حتى يصبح اللون ديالو بحال الكراميل، غادي ندير به شي ديكور للكلاص ديالنا ان شاء الله. كناخذ شويه د الزيت، شويه كنديروها في شي لوش بحال هكا، شي حاجه كتجي شكل بومباج. كنديرو عليها السكر ديالنا بحال هاد الطريقه هكا،
ندير التزيين ديالنا من هاد السكر، كنعمرو لالوش ديالنا بحال هكا من الجناب هكا، كنخليوه يبرد، كنخليوه يبرد لينا، كنقلعوه ديك الساعة ملي كيبرد خصو يبرد باش يتقلع، الا ما جا الله ما بردش ما عمرو غادي يتقلع ليكم. انتما غادي نوركو عليه شويه نطلعوه بحال هكا باش يتقلع لينا. هاهو خليوه شويه مازال، لان ما عمرو كيتقلع السكر الا ما كانش بارد. نعاود نديرو في شكل بومباج، كنقلعو بحال هكا، ها هو كندهنو مزيان، ديما دهنو مزيان بالزيت باش يجيكم، كنديرو هكا باش يجينا الديكور عامر بحال هكا. نخليوه يبرد عاد نقلعوه، والديكور ديالنا كيجينا بحال هكا. جوج روشيات ديال الشوكولا اللي كنصوب كنديرهم بحال هكا، كل كلاص كندير فيه هاد الروشي كنعمرو بالشوكولا، وكنديرو في الشوكولا اولي، وكندير فيه البرانيني الوسط، كيجي رائع مع الكلاص مع المرسو السكر بحال هكا. هانتوما كتشوفو هكا كنزينوهم، كيجيو دي بون كلاص رائعين. هذه هي النتيجة النهائية ديال الكلاص سبيسيال ديالنا ديال النوغاتين إن شاء الله، اللي هو أن كلاص طالع بلا توربين ديالو على حقو وطريقو، كيجي كلاص بريميان درجة يعني بريميان كاليتي. درت لكم كلاص نفس الكلاص بطريقة أخرى إن شاء الله اللي ما عندوش لا توربين، وهذا بالطريقة اللي عنده لا توربين راه غادي يحصل على نتيجة أروع وأكمل، لان لا توربين ما نساوش الدور ديالها وما نهملوهاش ونقولوا كيف والو، عندها دور مهم في انتاج الكلاص. يعني ها الكلاص ديالنا موجود، زوقناه بالسكر اللي صوبناه على شكل شبكات، وزوقناه بلي روشي عاملون بالبراليني ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هما كيجيو لذاد، وكيجي داك البراليني ليكيد كيجي زوين في الفم، كيجي لذيذ. نتمنى وكون لقيت ندوقكم هذا الكلاص، ندوقكم هذا الكلاص باش تعرفوا القيمه اش كنقول وقيمه الكلاص، هذا الكلاص اللي وريتكم ان شاء الله اليوم. نتمنى لكم اوقات طيبه معنا في القناه ديالنا، ونتمنى لكم مشاهدي الكرام تشجعوا القناه ديالنا، بالتشجيع ديالكم غادي نعطيو وغادي نمدكم بالجديد، وبالتشجيع ديالكم غادي نعلموا الناس التعليم الصحيح ان شاء الله في الحلويات وفي الطبخ المغربي اصيل وبالذوق الرفيع ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا وهذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومرحبا بكم دائما في قناتكم قناه شفاف شكو ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.